دلوقتي ده شغل حمزة، حاجة قيمة جدا وحاجة محترمة جدا جدا. بس عندي الأخ السباك هنا، يعني أنا مبحبش أتكلم في أخطاء حد، ولكن لما ألاقي كارثة زي دي كده ما ينفعش أقف قدام منها ساكت، ويعني وأذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. رجاء 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 السباكين المحترمين، الشغل البي بي اتش ما بيلزقش على اللحام الحار، الشغل الأبيض دي كارثة بمعنى كلمة كارثة في صنعة السباكة. إن أنا ألحم البي بي اتش حمزة في الأمريكي الأبيض، يعني هنا مركب الماسورة 110، مديها قشرة 110 في 114، وهنا مدي الجلبة 114، وبعد كده حاطط نقاص 90 في 114 عشان يعمل خط بيبة 90. طبعا حاجة مجهولة المصدر الخامات ديت، يعني جايب حاجة عالية جدا حمزة وحاططها جنب حاجة رديئة جدا جدا جدا، فما نقدرش نقول حسب الله ونعم الوكيل اذا كان هو عارف وعمل كده، ونقول ربنا يوفقه ويتعلم من خطأه لو هو ما يعرفش. وفي كوارث كتيرة جدا عندنا في الشغل جوه، ان شاء الله هوريها لكم علشان كفني ياخد باله او كعميل ياخد باله برضو من الصنايعي. يعني انا مش عايز اقول ان الصنايعي اللي عامل الشغل هنا يعتبر من احسن وانضف الناس يعتبر في المكان اللي احنا فيه دوت بدون ذكر اسامي، ولكن انا ما بحبش اتكلم في خطا حد، او لما بشوف غلط ما اعرفش اتكلم ما بحبش اتكلم عليه. انما المهنه يعتبر بدات تتضرب خلاص بالمناظر ديت وبالاشكال الرديئه دي. يا ريت ناخد بالنا ومحدش يركب الحار الامريكي على البي بي اتش حمزه او كاسل او الشريف، لان دي حاجه ودي حاجه تانية خالص نهائي نهائي نهائي. وبرضه هوريكم بعينيكم بعض الشغل اللي يعتبر اتفك من الاوتو زد نهائي في جوه المبنى، لحمات وقصه تانية خالص برضه هعرضها عليكم واوريها لكم علشان ناخد بالنا وما نضربش اسعار رخيصه وخلاص، وما نتكلمش كشغل مع صنايعي هيعمل لي حاجه بخمس قروش اقول لا ده في غيرك بيعملها بقرشين. هو قرشين عمل لك اللي انت شايفه ده كده، دي حاجه اسمها خازوق تحت الارض مش هعرفه ولا هيبان معايا لما الاقي المبنى هنا بدا يرشح من جنب سور الجار او يرشح معايا في اي مكان تاني.